الباب السابع والخمسون وثلاثمائة. باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه، سواء أكان جادا أو مازحا، والنهي عن تعاطي السيف مسلولا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه. قوله ينزع ضبط بالعين المهملة مع كسر الزاي، وبالغين المعجمة مع فتحها، ومعناهما متقارب. معناه بالمهملة يرمي، وبالمعجمة أيضا يرمي ويفسد، وأصل النزع الطعن والفساد. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.